لا حتى الآن المستوى الخطاب، يعني أنا كنت قريب جدا في مدينتي المحلة الكبرى، وطبعا كنا بنصلي، فخطيب الجامعة يعني المستوى متعدي جدا. في مسألة موضوع الخطبة ولا في طريقة ولا في إيه؟ الموضوع والطريقة وأشياء أخرى كثيرة جدا. وبعدين تعالى الوعي، الناس لما بتقعد تناقشهم، يعني حتى أسرتي يا راجل، ما الوعي ده تسرب لها إزاي؟ إزاي؟ لأنها أصبحت أقرب إلى السلفية. أسرة حضرتك؟ آه، يعني فيها أعضاء أقرب للسلفية. ده تأثير بقى الـ يعني المدارس والمناخ العام واللي بيشوفون في الحي، يعني مثلا، وكثير من النساء محجبات في الأسرة، وأنا مش مقتنع بإن أفرض على حد حاجة، بالحوار بس. وأنا كان من خلال الحوار، ابني وبنتي مش محجبات، بالحوار. تيجي بنتي الله يرحمها بقى، كانت تسألني، أقول لها والله المسألة كذا وكذا وكذا، وأقول لها الأوجه حتى اللي كان الأزهر بيقولها واللي بعض المشايخ بيقولوه، والحقيقة إيه، وهي تختار. وإنه القاعدة الأساسية الوحيدة اللي يمكن أن يعتد بها هي حديث بيقول إذا بلغت المرأة المحيض لا يرى منها إلا هذا وإلا هذا. أنا كنت بقول ده لبنتي، وإن ده إشارة إلى إن حكاية الحجاب تغطي، يعني وإن حتى الحجاب ده ما يجيش غير عشان رسم مهم قوي، إنه يغطي الجزء ده من الصدر، صحن الصدر. فبهذا الحوار العقلاني، وأنا فاكر اديتها كتاب اسمه الحجاب لسعيد العشماوي عليه رحمة الله، وهذا المفكر بالمناسبة وكان مستشار في القضاء، هذا الرجل من أعظم المستنيرين في مصر، وأظن فنى عمره وحياته في الدفاع عن الاستنارة في الدين الإسلامي، وعمل كتاب عن الحجاب بالمناسبة، هو من أجمل الكتب التي قرأتها في حياتي.